على الرغم من ارتفاع حصيلة الإصابات والوفيات الناجمة عن تفشي فيروس كورونا في الصين، فإن مسؤولي الصحة الصينيين وجدوا ضالتهم في دراسة علمية لتسكين روع العالم. الدراسة التي أجراها مركز مكافحة الأمراض والوقاية منها في الصين تشير إلى أن معظم الحالات إصابتها خفيفة، وأن كبار السن هم الأكثر عرضة للخطر. مسؤولو منظمة الصحة العالمية ساروا على نهج التطمين نفسه، قائلين إن معدل الوفيات منخفض نسبيا حتى الآن. سفير الصين لدى الاتحاد الأوروبي أكد انعقاد اجتماعات قمة أوروبية صينية في بكين في موعدها الشهر المقبل، على الرغم من الأخبار التي سرت عن تأجيلها. تأثير الوباء على الاقتصاد العالمي يعتمد إلى حد كبير على رد الفعل العالمي. أود أن أؤكد أن الشيء الوحيد الذي يجب أن نخاف منه هو الخوف نفسه وليس الفيروس. منظمة الصحة العالمية لا توصي بفرض قيود على السفر أو التجارة على الصين. مثل هذه القيود ستزيد من حالة الذعر وتعرقل الجهود الرامية لاحتواء المرض. ويبدو أن الجانب الصيني قد ارتأى في عودة الحياة إلى طبيعتها عاملا من عوامل إدخال السكينة في القلوب، إذ استؤنف العمل في المصانع والمشاريع الحكومية الكبرى. جهود الاحتواء تسير مع جهود التطمين سواء بسواء. افتتاح مستشفى مؤقت جديد يضم نحو 4500 سرير في ووهان، المدينة التي باتت على كل لسان. لكن جهود الصين لإزالة الهواجس لم تجد فتيلا في الخارج، إذ أعلنت روسيا أنها ستحظر جميع المواطنين الصينيين من دخول أراضيها اعتبارا من نهاية الشهر الجاري. الإجلاء والحجر الصحي والأقنعة الطبية والمعقمات والتزام البيوت عند بعضهم لا تغني عن التماس رفع البلاء عبر الصلوات والتضرع.